السيدات السادة الأفاضل الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجمعنا هذا اللقاء لنتحاور ونتداول في شأن لا يقل أهمية أو ضرورة من جوانب الحياة الأخرى، شأن يمس حياة الإنسان ويهتم بتفاصيل الإبداع والعطاء من نوع فريد يقدمه الشباب على وجه الخصوص ويتداوله الجميع دون استثناء. لقد أصبحت الرياضة جزءاً لا يتجزأ من اهتمامنا حتى في زمن الاستثناءات والضرورات، بل تحولت بفعل ضغوط الحياة إلى حاجة ملحة للهروب من الكبت والدوران في فلك الأزمات والمحن. اليوم نلتقي لنضع النقاط على الحروف بشأن التشريعات التي تنظم الحياة الرياضية وتنسق نمط التعامل والتعاطي مع مفرداتها التي تتجدد وتنمو مع تقدم الحياة وتطورها، فتحتاج إلى عملية تحديث تراعي التطور والتقدم وتحتفظ بالأصالة والجذور. أيها الإخوة والأخوات، ليس ترفاً أن يلتقي المختصون ليبحثوا في الزاوية التي وقعنا فترة من الزمن في شركها، وظن البعض أنها من زخرف القول وتحسينات الحياة ونوافل الاهتمامات، بل هي حاجة تفرض نفسها وتقف عند القدر اللازم من التطلع خارج أيقونة النمط والركود. ومن هذا المنطلق تبرز جملة من التساؤلات التي تتطلب إجابة أكاديمية احترافية قانونية تستلهم قدرتها على المواكبة من قدرة وإرادة صانعيها. هل التشريعات المحلية السائدة الآن في منظومة الجهد الرياضي قادرة على مواكبة التطور السريع الذي تحتاجه مجتمعاتنا لتحقيقه؟ وهل تشريعاتنا العربية قادرة على جمعنا على صعيد واحد ومن دون منغصات أو تداخلات أو تأثيرات غير رياضية؟ وهل الرياضة العربية تملك فكراً واضحاً يستند على أرضية ثابتة من التشريع ينقلها بثقة نحو المستقبل، أم أنها ما زالت تحبو استناداً لتشريعات بلغ بعضها من العمر العقود من الزمن دون التكلف بإعادة النظر بصلاحيتها؟ وهل تمنحنا هذه الضرورة ما نحن في حاجة إليه من تفاؤل، ونحن نوشك على أن نخطو مع بقية العالم المتسارع التطور نحو الألفية الثالثة؟ ثم يأتي السؤال الأهم، من هو الذي يشرع؟ وما هي مرجعيته بالنسبة للتشريع الرياضي؟ وهل هو مؤهل لأداء هذا الدور التخصصي الدقيق في ظل احتياجات دقيقة وحساسة ونوعية لا يدرك تفاصيلها إلا المعنيون ولا يحيط بجزئياتها إلا أصحاب الشأن؟ ومن هنا يلزم هذه المبادرة التشريعية ألا تغفل الاستعانة بذوي الخبرة والدراية في هذا الباب. إن التشريعات الرياضية العربية يجب أن يعاد النظر فيها في ضوء فكر فلسفي واضح ينبع من بيئتنا ومن طبيعتنا ومن ثقافتنا ومن حضارتنا. وهنا أقول لنتفق على أن الرياضة ليست مجرد حركات، بل هي وسيلة للتربية، وأن مظاهر الرياضة التي نراها سواء كانت رياضة تنافسية، على المستوى العالي بالنسبة للبطولات العالمية والدورات الأولمبية والقارية والإقليمية وغيرها، أو على مستوى رياضات القطاعات المختلفة في الدولة سواء كانت شركات أو مدارس أو جامعات، الرياضة لا بد أن يحكمها خط أصيل، وهذا من الثوابت التي يجب أن لا نحيد عنها، وهي أنها
يجب أن تمارس بأسلوب تربوي يقدم للروح كما يقدم للجسد، ويراعي السلوك كما يراعي الأداء والمهارة والتميز في مجال الرياضة، مقارنة بعالمنا الذي لا زال يبحث عن مواقع خجولة في سلم الترتيب العالمي بسبب عدم قدرة بعض أو شغور القوانين من بعض التشريعات الرياضية على إحداث تطور نوعي يقفز بمستوى الأداء من هذا الواقع إلى ما هو أفضل. فالدول الأوروبية والأمريكية وغيرها من الدول المتقدمة رياضياً سبقتنا في هذا المجال بسبب التغير الجذري الذي حدث في الحركة الرياضية المعاصرة، وهو الاهتمام بعملية التسويق وعمليات تدبير الأموال اللازمة ذاتياً، لأنه لا يمكن أن نعتمد على الحكومات في تطوير حركتنا الرياضية، بل لا بد من أن يكون هناك موارد واستثمارات وتسويق ذاتي لتطوير الرياضة، وهذا واحد من الأبواب المتعلقة بالتشريع الذي يمنح المؤسسات الرياضية قدرة على النهوض والاستدراك. أبارك لكم لقاءكم هذا، أكرر شكري وتقديري لكل المساهمين بهذا الجهد المميز الذي يدل على رشاقة التفكير والتطلع، متمنيا للجميع الموفقية والنجاح والإبداع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.